وطبعا بالنسبه لماتش مازيمبي ده نعم. لازم يبقى فيه تركيز كبير قوي بالنسبه انا للعيبه بسالك على مازيمبي لان الترجي خلص، عشان كده بسالك على مازيمبي. ما هو طبعا كده المفروض نبدا نقلل نعم الفرحه بتاعتنا شويه نعم كلاعيبه، كمان بدانا نركز في ماتش مازيمبي لان احنا دلوقتي مسؤوليتنا كبرت اكتر، عايزين ان شاء الله نسعد جمهور نادي الزمالك بصفه خاصه وجمهور مصر نعم بصفه عامه ان احنا ان شاء الله بامر الله يعني نكسب مازيمبي ونوصل للدور النهائي ان شاء الله، واعتقد ان احنا لو وصلنا للدور النهائي بامر الله البطوله ممكن ناخدها ان شاء الله. ما كيف يصل الزمالك الى المباراه النهائيه يا عبد الواحد؟ اولا يصل الزمالك المباراه النهائيه في مع ماتش مازيمبي هناك يا كابتن، نعم ماتش مازيمبي هناك هيبقى ليه 50% او 80% ان احنا نوصل للنهائي، اللعيبه يبقى في تركيز عالي، نحاول ما ندافعش هناك، يبقى في نبادل الفريق مازيمبي الهجوم او ما لعبش بخطه دفاعيه يعني، نعم ده طبعا هتبقى الجهاز الفني اكيد نعم هيقول الحاجات دي عشان نقدر نعدي مازيمبي هنا نيجي مرتاحين يعني الماتش التاني. عبد الواحد الكره الصعبه اللي انت شلتها دي اعتقد عايزه رد فعل عالي، عايزه تدريب كويس، عايزه تركيز كويس، كيف عشت هذه المباراه وهذه التصفيات حتى الان؟ كابتن انا اقول لحضرتك بالنسبه للماتش الترجي ده قبل الماتش بحوالي 3 4 ايام اتفرجنا نعم على فريق الترجي كذا مره، نعم وبالنسبه للمدافعين وكان في نقعد معاهم كتير وبدانا نتكلم عايزين نلعب فريق الترجي دي ازاي، نعم كان في تركيز كامل متكامل قبل الماتش، مش يوم نعم الماتش لا قبل الماتش بحوالي يومين ثلاثه، فبالتالي ده بيؤدي انك تعيش الماتش في قبله كده يعني بيخليك تبقى متميز في الماتش يعني. نعم عبد الواحد الرساله اللي تقولها لزمايلك اولا ولجماهير الكره في مصر سواء اهلاويه او زملكاويه او اسماعيلاويه من اجل تضافر الجهود للحصول على هذه البطوله والاحتفاظ بلقب اللي حمله النادي الاهلي حتى الان. أو اولا بقول لزمايلي لازم زي ما احنا مركزين الفتره اللي فاتت دي وفي الماتشات اللي احنا لعبناها تقريبا كلها الحمد نعم لله يعني وظهرت مستوى كويس ان احنا نبقى مركزين جامد 100% على ان احنا ناخد البطوله دي، عشان البطوله دي هترد لجماهير نادي الزمالك ولجماهير نعم مصر كتير ان خروج الاهلي وخروج المصري وخروج المحله، فابسط حاجه عشان نفرح جمهور مصر دي كلها ان احنا نبقى متواجدين يعني او نحصل على البطوله دي يعني. وحيد مدى تأكدت أن الزمالك سيفوز على الترجي؟ بعد أول 10 دقائق من المباراة حسيت إن في تركيز كبير بالنسبة للعيبة بتاعتي، فالدنيا كمان ثقة لما بحس إن اللعيبة بتاعتي واقفة على رجليها وبيتحركوا تحرك ممتاز في الملعب، وفي إصرار على المكسب، في إصرار، في حب أو ود بين اللعيبة وبعضها في الملعب، دي بتفرق كتير يا كابتن أحمد. وأولا ما زلت كمان الملعب وشفت الجمهور الكتير سواء كان من جمهور الأهلي أو جمهور نادي الزمالك أو جمهور نادي الإسماعيلي أو السويس، جمهور كتير متوافد في الملعب، ده إدى ثقة للعيبة وإدانا كمان ثقة والحمد لله يعني ان احنا قدرنا نعدي الماتش الصعب ده. وحيد احنا بنقول لك مبروك وبالتأكيد ليك هدية من عندنا من دريم ان شاء الله هتستلم